مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا السيد ضياء الشمري. اهلا بكم سيد ضياء. بدايه، تمر اليوم ذكرى 13 لجريمه سجن الجادريه، كيف ترى هذه الجريمه وكيف ترى ايضا وقعها على الاهالي وانت واحدا منهم بعد هذه السنين؟ السلام عليكم بالبدايه وتحياتي للجميع. حقيقة هذه الجريمة مثل بقية الجرائم التي ارتكبها المحتل الأمريكي في البداية والآن يرتكبها الحشد الشعبي، ولحد الآن هذه الجرائم مستمرة في العراق لم تقف، لأنه الحشد الشعبي هي من المنظمات الإرهابية الموجودة والمدرجة حتى في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الحقوقية، هي مدرجة ضمن الأسماء المتهمة بعمليات إجرامية ضد أبناء الشعب العراقي. هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق الملجأ العامرية في الوقت الحاضر، حقيقة كثير من العراقيين شافوها على التلفاز ورأوا أنه الأمريكان دخلوا وخرجوا السجناء من موجودين، ولكن هذه العملية أنا أقول وأنا واحد من المتضررين أنه هذه العملية لم تتم تحت رعاية المنظمات الحقوقية الإنسانية، وإنما السلطات الاحتلال الأمريكي سلمت الموجودين المعتقلين في السجون إلى الحكومة العراقية وبصيغة رسمية، وهذه ولحد الآن الموجودين في السجون هم مفقودين. كثير من هذه المجموعة فقدوا في هذه العملية من استلام الأمريكان وتسليم الأمريكان إلى الحكومة العراقية. هذا الذي حدث أنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا متهمة بالعمليات الإجرام الذي ارتكبت بحق الشعب العراقي، ونحن نعلم في السجون الذي حدث في أبو غريب وبقية السجون الذي لا نعلم عنها أحد. السجون أخي، السجون في العراق مجموعة سجون موجودة لا نعلم عنها أبدا، ولا مسجلة تحت رعاية وتحت المنظمات الدولية حتى نرسل ونبعث لهم. هذه السجون في الوقت الحاضر هي سجون فقط للتعذيب والقتل والإجرام الذي موجود في العراق. سيد ضياء، الثابت أن جريمة الجادرية وقعت بأيدي ميليشيا بدر التي كانت منخرطة بشكل أو بآخر ضمن القوات الأمنية، لماذا لم تحاسب هذه الميليشيا وقيادتها حتى هذه اللحظة؟ بالوقت الحاضر لم تحاسب، مستقبلا لربما أن تحاسب. من يحاسب الحكومة العراقية إذا هي ملتزمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإيراني؟ حقيقة هذه الأنظمة هي تسند الحكومة العراقية، والشعب العراقي هو الضحية في الوقت الحاضر. لا يمكن أنه تحدث من هذه، ولا يمكن أن نترجى من الحكومة العراقية أن تجلد نفسها، لأنه الجرائم التي تحدث تحت رعايتها هي الميليشيات تحت رعايتها. يعني حقيقة أي الميليشيات تحت رعاية الحشد الشعبي تحت رعايتها، هذه الجماعات الموجودة هي التي تسند الحكومة، ليست الحكومة تسند الحشد الشعبي والميليشيات. الميليشيات هي أقوى، هم يدعون يقولون إحنا أقوى من الجيش وأقوى من السلطات الأمنية وأقوى من الشرطة. إذن هي سلطة أقوى من السلطة العراقية الموجودة. الذي يحكم العراق فعليا هي الميليشيات والحشد الشعبي. طيب، ليس إلا يعني بالحرف الواحد أنه إيران هي التي تحكم العراق. اللجنة الدولية للمفقودين ذكرت أن عدد المفقودين بالعراق يتراوح بين 250 ألفا إلى مليون مفقود، كيف ينظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لهذه الأرقام، ويعني ما تصنيفهم للعراق؟ المجتمع الدولي والمنظمات ومن ضمنها الصليب الأحمر اللي احنا لنا علاقة به، يعني يقول ويتكلم بهذا الخصوص. حتى الممثلين الموجودين في العراق يقول هناك كارثة في العراق في السجون العراقية من ناحية التعذيب والاغتصاب وحقوق حتى الزائرين، ابتزاز حقوق الزائرين. الزائرين يبتزون ويشتمون في مقابلتهم قبل مقابلتهم إلى السجين. هذه يحدث في سجن الناصرية وفي كل سجون العراق. أنت تعلم يا أخي ونحن نعلم، حينما الزيارات الدورية تحدث بعد محادثات مع العائلة، وهذه العائلة تدفع مبالغ
للموظفين الدولة والوزراء لوزارة العدل، موظفين وزارة العدل تدفع لهم مبالغ حتى يزورون أبنائهم أو أباءهم في السجون العراقية. هكذا حالة السجون العراقية، هكذا يعامل الأسير والسجين في الحكومة العراقية. ولكن إن كان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تصنف العراق أو تصفه بهذا الشكل وترى حقيقة ما يحدث داخل العراق، لماذا لا يوجد تدخل حقيقي؟ والله التدخلات من ناحية الدول العالم تتكلم وتعرف. أنت الحكومة العراقية لحد الآن هي من ناحية الدول الأوروبية يعني تقريبا مقاطعة تامة من هذه، بس هي مسنودة من الولايات المتحدة الأمريكية. أي موظف أو أي وزير عراقي يزور أوروبا لا يستقبل بمقابة وزير، وإنما يستقبلوه موظف عادي في إحدى الوزارات، وليس وحتى رئيس الدولة حتى حينما يذهب إلى أوروبا من يستقبله ومن يجلس معه ومن يتحدث معه. هم يعلمون أنه هذه الحكومة العراقية حكومة صورية. أخي جابوا أتوا بالسراق سلموهم مناصب، أتوا بالناس المجرمين والقتلة سلموهم مناصب. هذه هي الحكومة العراقية. من أين تتكون الحكومة العراقية؟ إذا كنا نتكلم على حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تشكي وتصرخ بأعلى صوتها ماذا يحدث في السجون العراقية وماذا. أخي حتى الدواء نتوسط الصليب الأحمر عن طريق الهلال الأحمر، لأنه هناك علاقة حتى نوصل أدوية إلى السجناء الموجودين، وهذا يتم وبصعوبة جدا توصل دواء الأمراض المزمنة والخطيرة، وكثير من المرضى يموتون في السجون. وهذا نعلم فيه ويعلم كل من له علاقة في هذا الموضوع. وضحت الفكرة. سيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا لك.